الانتخابات لعبة عنيفة، يعني ايا كان بقى خبرتك فيها، ايا كان تواجدك في النادي وانتمائك التاريخي ليه يعني، لكن الانتخابات تصنف لعبة عنيفة في اي تحت اي ظروف، صح كده؟ طبعا طبعا، وبالذات لما يكون يعني اولا عايز انا برضو بحب اقول حاجة، يمكن سؤال انت كنت ممكن تسأله لي، انا علاقتي بالمجلس كويسة جدا. والناس ما ده كنت هسأل حضرتك اكيد، ما انا بقول لك عشان الحتة دي اصلها هي ليه عنيفة وليه مش عنيفة. هي عنيفة كواحد نازل لوحده، وفي ناس تانيين زي مستقلين بس في منصب امين الصندوق، انا واحد بس. فبتبقى انت نازل، العرف ان القائمة بتتحد على اي حد ايا كان علاقتك بيه كويسة او وحشة، صح؟ واخد بالك؟ حتى لو انت، طب انا بقابل الناس كلها وبنسلم على بعض كنا في الماتش مع بعض، بنقعد في النادي بنتقابل واحنا بنعمل دعاية بنضحك، ولا يعني الموضوع عادي عادي جدا، مفيش حاجة، والناس كلها اصحابي وفي منهم ناس جيراني، يعني احنا عشت عمر فما فيش هذا الخلاف ولا هذا الشرخ اللي الناس بتتصدره او الناس متصوراه يعني. لا لا خالص خالص. فدي هنا من ناحية العلاقات الانسانية ما فيش اي حاجة، ولا هي حرب ولا هي حاجة خالص. انما لما تيجي تبص من ناحية حرفية بقى، انتخابات، انت داخل انتخابات ولازم عايز حاطط في مخك انك تكسب، وهم المنافسين بنفس بتاعتهم كعرف لازم يبقوا ايد واحدة. فيه. انما هل خالد لو دخل هيبقى فيه مشكله؟ مفيش مشكله، لان خالد صاحبهم وتربي معاهم وعلاقه وكنا في المجلس مع بعض، مفيش اي حاجه بالكلام دي خالص. اللي بيتصدى للناس ان هتبقى فيه مشكله، انا مش شايف ان فيه مشكله، وانا راجل انا بقوله النهارده انا ما عنديش اي مشكله مع اي حد فيهم طبعا، وعلى رسوم الكابتن محمود الخطيب طبعا، مش عايز يعني انا راجل، احنا عشره واحنا سنين السنين يعني، واذا كان وجهه نظر في الماليات في الاداره بتاع يعني غير في وقت من الاوقات في موقف او اتنين، دي ملهاش دعوه، دي حاجه صحيه، ان انت امين الصندوق بيبقى له راي ومجلس الاداره له راي، رئيس النادي له راي، يا بنتوافق يا بنقف في الاخر بناخد راي الاغلبيه. طب بالظبط، هنا بتاخد راي الاغلبيه، راي الاغلبيه يعني امين الصندوق مش من حقه ياخد قرار في اي حاجه يعني حتى لو هو متاكد ان قراره ده هو الانسب. طبعا الاغلبيه خلاص، ودي حصلت في كذا حاجه على فكره، وبيبقى النتيجه ساعات كده وساعات كده. ما يعني بقول لك هي حصلت ان بيبقى انا مثلا ليا راي مختلف في حاجه، ممكن حد او اتنين معايا في رايي، انما راي الاغلبيه هو اللي بيمشي. ماشي يعني وحتى لو طلع راي الاغلبيه في الاخر نتيجته مش مظبوطه، ما هو ده راي الاغلبيه خلاص خلاص. طب وبنطلع كلنا في الاخر، ما حدش يقول مين قال انا في الموضوع ده، انا قلت قلت لا لا، مش خناقه بقى خلاص. ما بنطلعش بره كلنا وافقنا خلاص. ما حدش يطلع بره يقول طبعا الاعضاء وافقت كل حاجه في الاوضه المقفوله. طبعا وده حاجه صحيه جدا يعني. ما احنا اشتغلنا قبل كده، انا اشتغلت في المنصب ده 3 دورات قبل الدوره دي، عمرنا ما كانش فيه، وعادي مش دايما بيبقى فيه توافق يعني، ممكن يبقى فيه اختلافات في وجهات النظر عادي وده طبيعي يعني، مش خلاف يتعدى حدود ال، خلاص خرجنا من الاجتماع، لا خلاص القصه منتهيه. عادي خالص طبعا يعني. طب علاقه حضرتك بالقائمه بتاعت كابتن محمود كلها علاقه متوافقه جدا؟ مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه خالص. وحتى زي ما بقول لك لو كان في نقاشات جوه المجلس ملهاش دعوه، بان احنا علاقتنا الشخصيه كويسه جدا بره اللي بره اللي بنتقابل وبنسلم على بعض وبنضحك وبتاع، ويعني معظمهم اصدقاء يعني جدا، اصدقاء وجيراني وحبايبي واصدقاء، مش مجرد اصدقاء، لا احنا بنخرج مع بعض. ايوه فاهم، يعني في فرق ما بين صاحب وصديق، لا احنا مقربين جدا يعني.